ما عاد فيها يا نشام جدال ما عاد بلحية علم وواجد ترى الوعد قرب ولا به جدال يحدد ويبغي له رجال فواعد يبغي له رجال. الله يحييكم مشاهدينا الكرام، بكون معكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة ومع انطلاق مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لميزان الإبل عبر برنامجكم استديو أم رقيبة، والذي يأتيكم بشكل يومي ومباشر وذلك بشكل مختلف لتغطية الأحداث والفعاليات وكذلك القراءة والتحليل في ميدان الملك عبد العزيز، إضافة إلى التواصل مع ملاك الإبل المشاركين في مهرجان أم رقيبة. والحكومة تدري وقادتنا تدري إن أكثر الملاك 90% أو 70% هم رجال أوفياء، أبناء رجال أوفياء ولهم بصمتهم من قديم الزمن. يجيبون يوم تعصبوا القبيلة الفلانية أو تعصبوا، يجيبون بس يوم أو عدد يكتبونه، وما يتكلم في أم رقيبة الإنسان ما عنده ولا لبلده ولا عنده ولا لقادته. تعال يا ابن عكيدان، تعال يا فنجال، تعال يا الطيمي، تعال يا الروسان، تعال يا المواد، تعال يا عمير، تعال يا هيف. وأنا أرجو من الله سبحانه إن من عمل العملة هذه راجع نفسه ويخاف من الله سبحانه قبل أي شيء. نبي رجل عارف الشهادة ويعرف الناقة اللي منصوص برطمها ويعرف الناقة اللي مجدع أذانيها. أزمانها في وقتنا ما تضاوي ما هيبة تقدرها لدينا المفالس في وقتنا اللي راح روس الرجال أزمانها لا ركبة والخيل فرس ما عاد فيها يا النشام جدالي ما عاد بلحية علم وهواجس ترى الوعد قرب ولا به جدالي يحدد ويبغي له رجال فواعد يبغي له رجال سوى تلك بالي تثبت ولا البل ترخي الكف والكس من هو على البل عاش مرخي وضحي اللي مرتفع سعرها وهو اللي بالسوق اليوم وهي المطلوبة عند ملاك الأبل والله عند الشرائيين كلها، بس تكون القيمة مناسبة. يعني ممكن بشبوك بيع برا أغلى من بيع بالحراج، لأن الحراج يحكم السلعة. أو الدرجة الأولى المغاتير، الدرجة الثانية الشعل، الدرجة الثالثة الصفر والشقح. والله أنا لا لك، أنا أقول لك هذا اللي في الدرجة الأثرة فالبيع والشراء غير ما عندنا شيء، غير عندنا شيء خابر شيء تذكرين نبيع ونشتري فيه، ما عندنا غير هذا. وهاي السعوديين يشتغلون الشايب والمتقاعد واللي يترزقون الله على الله في المعلاج كونوا على الموضوع.